مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية لترجي الرياضي التونسي. يفوض مهاجم نادي ديلان جاكيد جدا ترجي التونسي دخل في مفاوضات جدية ومتقدمة مع لاعب كما قلنا اللاج التونسي عادل بلا طيب لسبق ان تم دعوته للمنتخب الوطني التونسي. بالطيب تكون في انجيلا فرنسي قبل الانتقال الى فريق بلجيكي اين شارك في 25 مباراة سجل منهم 18 جماعة يعني من 25 ماتش سجل 18 هدف وعمره الان 23 سنة. وباش نخليكم مع اخترت لكم هدف من الاهداف تاع اللاعب هذا اللي سجله بطريقة ممتازة وممتاز جدا، يعني هذا هدف من الاهداف الكثيرة والكثيرة جدا من اللي سجلها اللاعب هذا.